أهلا بكم مشاهدي هنا لبنان على منصات التواصل الاجتماعي في هذا البث. نحن معكم مباشرة من بلدة رميش، حيث تتعرض أطراف رميش لقصف مدفعي في هذه الأثناء. يعني هذا قصف مدفعي على أطراف بلدة رميش، يعني ومنذ قليل تعرضت أيضا أطراف بلدة الهبارية لقصف مدفعي أيضا، كما سقطت قذيفة هاون على معمل حجارة في بلدة كفركلا دون أن تنفجر. يعني حوالي 3 ساعات تعرضت أيضا بلدة رميش لاتساع قذائف، وفي هذه الأثناء أيضا تتعرض للقصف، كما تعرضت أطراف بلدة راميا وبيت ليف لأكثر من 30 قذيفة منذ حوالي الساعة. وأيضا مسيرة أمكا استهدفت منطقة الكروم في أطراف بلدة محيبيب بصاروخ. يعني إذا مشاهدينا، هذه هي أطراف بلدة رميش كما نرى في الصورة مباشرة، يعني تتعرض لقصف مدفعي. يعني هذه ضربة أخرى أيضا، إن نسمع الآن صوت قصف مدفعي مع تحليق لطائرات الاستطلاع على علو منخفض. يعني حتى الآن سقوط 3 قذائف. تتعرض بلدة رميش، يعني على أطراف رميش، لقصف مدفعي من موقع الراهب في هذه الأثناء. يعني منذ ساعات الصباح يقوم الجيش الإسرائيلي يعني بقصف مدفعي على العديد من القرى الحدودية، من النقورة وصولا لمزارع شبعة. يعني هذه الصورة مباشرة من بلدة رميش، حيث تتعرض لقصف مدفعي على أطراف بلدة رميش الحدودية. يعني تحد بلدة رميش 5 مواقع إسرائيلية. هناك تحليق لطائرات الاستطلاع الأمقى على علو منخفض، وأيضا تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق سماء جنوب لبنان. يعني على طول الخط الأزرق تقوم طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية بالتحليق. نذكر أيضا ليلة أمس قام الطيران الحربي بشن سلسلة من غارات استهدفت محيط بلدات ياطر ويارين والجبين ومرتفعات الهبارية في العرقوب ليلة أمس.
إن سقط 3 قذائف على محيط أو أطراف بلدة ترماش. إذن عاد الهدوء في هذه اللحظة بعد أن تعرضت أطراف رميش حوالي 3 قذائف مدفعية 155. يعني نستطيع أن نرى الدخان الذي يتصاعد بفعل هذه القذائف. يعني نستطيع أن نرى أن يعني سقطت هذه القذائف على أطراف بلدة رميش ولكن بالقرب من المنازل. إن على ما يبدو اشتعل حريق بفعل هذه القذائف. إن أيضا القذائف التي رمت على خراج بلدة الهبارية أيضا سقطت يعني بالقرب من إحدى المنازل الموجود على أطراف القرية ولكن لم تسجل أي إصابات. نستطيع أن نرى الدخان يتصاعد بكثافة من أطراف بلدة رميش إثر تعرضها لقصف مدفعي منذ حوالي 5 دقائق مع تحليق لطائرات الاستطلاع على علو منخفض. نذكر أيضا أصوات الانفجارات التي سمع دويها في منطقة طربيخة ورامي منذ حوالي الساعتين. يعني هي ناجمة عن انفجار ألغام بسبب حريق اشتعل قرب حدود مستعمرة زارعيت. يعني توقف القصف المدفعي في هذه اللحظات بعد سقوط 3 قذائف على أطراف بلدة أرميش. يعني أطراف بلدة رميش ولكن بالقرب يعني الدخان يتصاعد بالقرب من المنازل. أيضا يعني أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ موجه على مستعمرة مار جليوت في الجليل الأعلى.
إذا مشاهدينا سنكون معكم بأي جديد لحظة حصوله. شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.